من عين للا ميرا آسفي على قدمي أو حافة جرف سيدي بوزيد بين الخضرة التي تخصبها المياه العذبة لهذه العين وزرقة البحر وصفرة أو ذهبية الرمال وشمال الشاطئ الشاطئ نعم والميناء ومدخل المرفأ والمدينة أو شمال المدينة. إذن تمازج بين ألوان مختلفة. ونعود إلى الجرف وإلى الخضرة وإلى المنبع حيث المياه التي لها تاريخ في الأساطير وفي الحقيقة مياه عذبة تنبع من الجرف محبتي.